وأولى فقراتنا سلموا، بما أنه مثل ما قلنا نحن بسنة جديدة وشهر جديد، ودائما بنطلع نحن رح نعمل تحسين وتغيير كثير مهم بحياتنا. الموازنة بين الحياة الشخصية وبين متطلبات الحياة الكبيرة وبين العمل هو يمكن ميزة قليلة من الأشخاص اللي بيقدروا يعملوا هذا التوازن. فقدين نحن سلمى أحيانا ممكن ينعكس علينا حياتنا الشخصية، مسؤولياتنا وضغوطات الحياة لما بنتوجه للعمل، خاصة إذا كانت بيئة العمل شوي مانا مريحة هون. صحيح فرح، ويمكن هي أسوأ معادلة بمر فيها الإنسان بحياته، اللي هي بيكون مانو قدران يوازن بين بيئة العمل وبيئة الحياة المهنية شخصية. مثل ما بيقولوا والبيئة الشخصية، لهيك بيسموا الشخص اللي هو بيكون مثل يعني بيجي هيك حدا بيقول لك، بحكي معك بيقول لك انا واصل للتوب بكل شيء، ما حدا يحكي معي هون. يمكن سلمى ما بيقدر يتحمل حتى بعمله، ما بيقدر يتوازن مع اهله بعائلته مع اطفاله. إلها كثير سلبيات هي الأمور. صحيح، إلها كثير سلبيات، وحتى في بعض بيطلق على هذا المصطلح مصطلح الاحتراق الوظيفي، اللي هو انت ما عاد قدرانه تقدمي شيء لا بحياتك ولا بحياتك العمليه. تماما، رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، وفي كيف فينا نعمل هذا التوازن، وكيف فينا نكون بيئتنا بالحياة العائلية وببيئة العمل بيئة متوازنة وبيئة صحية. أخصائية الموارد البشرية ريما محمود طبعا رح ترافقنا وجاوبنا على كثير من الأسئلة. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش هيك مثل ما قالت فرح بالبداية، التوازن هو أساس كل شيء بالحياة. كيف ممكن نحقق مفهوم التوازن بين الحياة والعمل؟ صحيح مثل ما حكيتوا. هلأ بداية مهم نعرف شو هو التوازن بين الحياة والعمل. هو حالة بيكون فيها الموظف قادر على تحقيق دور المتوقع منه بحياته الشخصية وبحياته المهنية. خلينا نرجع شوي لورا ونشوف إنه شو سبب نشأة هذا المفهوم. كانت النشأة ببداية الثمانينات، وكان هذا الموضوع موجه بشكل خاص للمرأة لمساعدتها على أداء أدوارها المتعددة كزوجة كأم، تلبية احتياجات بيتها وزوجها وأطفالها، بالإضافة لتلبية مسؤوليات عملها. وشوي شوي مع مرور الوقت توسع هذا المفهوم أكثر لصار يشمل الرجل ويصير على مستوى الشركة ككل. نعم، اليوم ما بدي أسألك كيف فينا نحقق سعادة الموظف، بما أنه هذا الشيء صار يمكن كثير صعب اليوم، وهذا الغلل كثير كبير يلي نحن عم نعيشه، وبين خلينا نقول الرضا كحد أدنى. كيف في الموظف أو أي إنسان عامل سواء بمكان شركة أو بعمل خاص، كيف في حقق الرضا الذاتي وينعكس هذا الشيء بشكل صحيح وإيجابي على عائلته؟ تمام. هلأ بداية لما نحن مثل ما حكيتي حضرتك، لما عم نقول توازن يعني تنظيم، يعني إدارة وقت، يعني لازم أنا أعرف كيف رتب أولوياتي. تمام. هلأ هون في كتير تقنيات هي ممكن تساعدني بهذا الموضوع. بداية مهم أعرف أنا أنه أنا غير قادرة على إنجاز كل شيء وكل ما يطلب مني وكل المهام. لازم أكون واعية للأشياء اللي هي ضمن اهتمامي وضمن رغباتي. هلأ في هون تقنية كتير حلوة كتير بحبها، هي تستخدم بكل مجالات الحياة وفينا نستخدمها حتى لحتى نحن نفند أولوياتنا. هي مبدأ باريتو، فينا نستخدم هذا المبدأ يلي بنص على أنه أنا اكتب المهام وركز أعطي طاقتي وجهدي ل 20% من المهام اللي عم بتحقق 80% من الأهداف والأشياء اللي أنا بدي إياها. كمان ممكن أني أنا يكون في عندي نوعا ما نمط حياة صحي ومتوازن لحتى أنا أزيد قدرتي وطاقتي لتحمل الضغوط اللي ممكن تصير معي. أكيد. طيب نحن إذا بدنا نحكي شوي عن بيئة العمل، اليوم دائما بنشوف الأماكن الخاصة أو الشركات الخاصة بتتبع هي الأساليب، يعني بتحاول إنها تلاقي شيء يشجع الموظفين عندها، بتحاول إنها هي تساعدهم، إلا المؤسسات الحكومية أو هي اللي ما بتتبع هي الأساليب أبدا، فبالتالي بيكون إنتاج الموظف بهذا المكان أقل، وهذا الشيء بيؤدي لخسارات كبيرة. شو هي الاستراتيجيات اللي ممكن تتبع الشركات حتى الحكومية لحتى ترفع من سوية العمل عند موظفينا؟ تمام. هلأ هون بيجي دور الـ HR ببناء وخلق سياسات تكون داعمة وصديقة للأسرة. هلأ من هدول السياسات، هلأ صار في كتير قصص وسياسات جديدة، هلأ ممكن يكون في اتباع لجداول العمل المرنة، يعني ممكن يكون أنا تركيزي على عدد الساعات اليومية أو الأسبوعية بغض النظر إمتى الموظف عم يحققهم. ممكن كمان هلأ بعد الكورونا دخل مفهوم العمل عن بعد، فممكن يكون جزء أو بالكامل، إذا كان كتير صعب أنه بالكامل يكون عمل عن بعد، ممكن إحنا نساوي هجين
ما بين بالمكتب وما بين يكون من البيت. كمان بنظام الداخلي للشركة مهم يكون في توضيح للإجازات المتنوعة بأنواعها، ومهم جدا أني أنا أكون كHR كون قريبة من الموظفين، كون واعية لمشاكلهم، يكون عندي التعاطف عالي، يكون عندي مهارة الاستماع الفعال، أنا أسمع مشاكلهم لحتى ساعدهم بحلها مو لزيد العبء عليهم. أدي بتشوفي هذا الشيء ممكن يكون محقق فعلا على أرض الواقع؟ يعني للأسف اليوم سمعنا كتير شعارات وسمعنا أهمية دعم النفسي للموظف وأهمية مراعاة شوي من ظروفه، ولكن اليوم على أرض الواقع أدي بتشوفي هي القصص فعلا مطبقة إن كان بالشركات الخاصة أو حتى بالحكومية؟ لأنه مثل ما منقول الرضا النفسي للموظف بيقابله إنتاج مهم وداعم للشركة اللي بيشتغل فيها. تمام. هلأ هي للأسف في عم بتكون تجارب سلبية مثل ما حكيتي، عم بتكون تجارب سيئة مع الموظفين، ما عم يكون في هذا التوازن، بالعكس عم الشركة عم بتمارس ضغوطات أكبر، أحيانا عم بيكون كمان عبء العمل هو مو بعبء العمل نفسه، عم بيكون من خلال العلاقات تماما، يعني علاقته مع زملائه، علاقته مع مديره المباشر، فعم يكون في مشاكل. ولكن بالمقابل عم شوف أنا كتير تجارب ناجحة بشركات أنا عم شوفها وعم بنبسط إنه فعلاً هاي الأشياء اللي نحن عم نتعلمها بالجامعات هي عم تتحقق وعم تتطبق إلى حد ما. طب خلينا نحكي أكثر عن المؤشرات اللي أنت بتشوفي إنه هي ممكن تعطينا أو نقيس من خلالها نسبة تحقيق التوازن بين الحياة والعمل عند المؤسسات أو الموظفين بالمؤسسات. تماماً. هلأ بداية حبلش بالموظفين. هلأ هون عندي أنا اختصرت كل المؤشرات بثلاث مؤشرات. أهم مؤشر هو عامل الوقت، شوف أنا قدي أنا عم أقضي من وقتي بشغلي بالمقابل قدي عم يضل لحياتي الشخصية وحياتي الأسرية. العامل الثاني ممكن يكون هو له علاقة ب قدي أنا رضيانة عن ذاتي، قدي أنا كمان اللي حوالي رضيانين على علاقتي معهم، فأنا هون ممكن أسمع لذاتي، لإشارات جسمي، يعني كمان أجسامنا يعني وقت تكون في تعب، وقت يكون في إرهاق، فنحن لازم نستجيب لهي الإشارات. كمان اللي حوالينا بصيروا يخبرونا إنه مثلا أنت متغير، صرنا زمان ما شفناك، في أنشطة معينة ما عاد شفناك فيها، فكمان هاي الأشياء هي ممكن تنبهني لهذا الموضوع. في كمان عامل أعمق بشوي هو نفسي وفكري، قدي أنا مستغرقة بالعمل، يعني ممكن أنا يكون عدد ساعات عملي هي 8 ساعات، ولكن لما انا عم ارجع على البيت عم كل الوقت عم فكر بالشغل، كل الوقت مهمومه ومثقله باعباء العمل. طب خلينا نكون شوي واقعيين اليوم بهي الظروف الصعبه والغلاء الفاحش اللي نحن كلياتنا يمكن عم نعيشه ونلاحظه اليوم. لما الموظف بيشتغل اكثر من عمل لحتى يامن جزء من متطلبات الحياه والاجور يلي ما بتتناسب نهائيا مع الغلاء الفاحش، كيف الشخص اليوم بيقدر يركز إن كان بيشتغل يمكن على أكثر من جهة لحتى يأمن متطلبات الحياة؟ كيف بيقدر يشتغل إذا بدنا نقول يركز على جهة واحدة أقل الإيمان لحتى يكون في إنتاجية وفي نجاح فعلا بالعمل؟ هلا أنا برأيي مهم جدا إنه الموظف يستثمر بنفسه، يعني لما أنا بشتغل على حالي طور من نفسي أكاديميا، طور من نفسي بتعلم مهارات جديدة، اكتسب طبيعة مهام معينة، فكل هاي الأشياء هي بالنهاية حتنعكس على الراتب وحتخليني اكتفي مع الوقت المدى الطويل نوعا ما اني اكتفي انا براتب واحد. طيب كمان في يمكن هيك مثل ما بيقولوا بعض المشاكل او الاخطاء الشائعه اللي بيرتكبها الاشخاص اللي بتادي يمكن بالمشكله الاولى اللي حكينا عنها اللي هي الاحتراق الوظيفي، شو هي هي المشاكل؟ او شو هي هي الاخطاء اللي بيرتكبوها من دون ما يحسوا؟ هلا مثل ما حكيت مهم جدا كون انا واعيه انه انا التوازن بين الحياه والعمل هو مو 50% لحياتي الشخصيه بالمعنى الحرفي ومو 50% لحياتي المهنيه، لا ممكن انا كثير مر بفترات ضغط اضطر كون هذا الموضوع خارج عن ارادتي، مر بفترات ضغط بعملي، فانا ضروري اني انا اكون واعيه لطاقتي لقدره تحملي لهذا الموضوع، وبالمقابل بعد انتهاء هاي الفتره مهم اني انا كافئ حالي وكافئ الأشخاص اللي حواليي وعائلتي بنشاط ترفيهي معين، يعني حتى لو كان كتير بسيط، هي الفكرة يكون تعويضي عن الجزء اللي راح من هذا الجانب.
منلاحظ انه يمكن بعض الشركات دائما من فتره لثانيه لو كانت الفترات شوي يمكن طويله بيعتمدوا مبدا انه نحن ناخذ بريك لو كان يوم واحد هو بيجمع اكبر قدر ممكن من ايام العطله للموظفين ويجتمعوا فيه ويتبادلوا الاراء يمكن مثل ما بنقول نحن يغيروا جو شوي يطلعوا من مود العمل وبنفس الوقت يجمعون ويقرب شوي بيناتهم. هذا التقارب اللي بنقول اقرب للاسر قد ايه مهم وبينعكس على انتاجيه العمل؟ مهم جدا. يعني في دائما اي عمل تحكمه علاقات رسميه اللي هي ضمن المكتب وفي كمان بالمقابل شيء انا ما عم شوفه هي علاقات غير رسميه، فلما الشركه هي اللي عم بتنظم هاي العلاقات بيكون الموضوع كثير ايجابي على الطرفين، على الشركه وعلى الموظفين. طيب خلينا نحكي شوي اليوم كمان قديش مهم مثل ما بيقولوا قياس جودة العمل، يعني كل فترة مثل ما الشخص بيعمل اختبارات دم لنفسه ليطمن على صحته، كمان المؤسسات وتعمل اختبارات للموظفين شوف مين ضل بمكانه ثابت ما عم يقدم شيء، مين بحاجة لتعديل وظيفي، في أشخاص بيتقدموا تقدم فظيع بالعمل فبتحسي أنه أنت ما عاد ضل مكانه بهذا المكان الصغير، أنا بحاجته بمكان أهم بمكان أكبر بيحتاج لترقية، فخلينا نحكي عن هاي التفاصيل لو سمحتي. هلا هون بيجي دور كمان HR. هذا شيء كثير مهم تحكي عنه بالتفصيل لأنه للأسف مفهوم HR عنا أو 70% من الناس بتفهم HR هو مراقب دوام يعني. صحيح للأسف. هلا مهم HR يكون من البداية عامل job analysis صح للوظائف، بمعنى يكون محدد حجم المهام، حجم المسؤوليات، يكون متناسبة إنه هي تكون لشخص. إذا كان العبء عمل كتير فضروري إني أنا أوزعها لكذا شخص. كمان من خلالها أنا بستقي الوصف الوظيفي الصح والمناسب للموظف. هلأ مثل ما حكيتي حضرتك الموظف هو بعد مرور الوقت عم يتطور عم يكبر معي، فأنا ضروري يكون في عندي تخطيط مسار مهني للموظف حتى أشوف كمان بالمقابل هو شو لازمه لحتى يرتقي ويكبر معي، ساوي له التدريبات اللي بتناسبه بهذا المجال. هلأ ممكن كمان نحن بين فترة والتانية مثل ما حكيت مثل ما حكيتي حضرتك نساوي استبيانات أو حتى أني اجتمع مع الموظفين بشكل مباشر إذا كان هذا الموضوع ممكن، يعني عدد الموظفين بيسمح بهذا الشيء، شوف شو هي مشاكلهم، شو اقتراحاتهم، ساوي انجيجمنت لهم، إشراك حتى بصنع السياسات. يعني أنا مو جيب سياسات جاهزة من مكان ما، لا خلي الموظفين نفسهم يساعدوني بهذا الموضوع، فقدي حيكون في تطبيق صح لهذا الشيء. ما بعرف استاذه ريما اذا بتوافقينا الراي، بس دائما نحن بنقول نجاح اي عمل او اي شركه او اي مكان وظيفي هو بالدرجه الاولى من القائد، من المدير المسؤول عن هذا المكان. البعض بيكون بعض المدراء بيكون هو شريك بهذا النجاح، هو قائد فعلي ومشترك بكل تفصيل من العمل. البعض الاخر مجرد بيعطي ممكن اوامر ومثل ما قالت سلمى ممكن يراقب دوام حتى في بعضهم. فاليوم قد ايه بتشوفي القائد والمدير الناجح هو اللي بيشارك موظفينه بأدق التفاصيل، وشو برأيك هي المواصفات النجاح الحقيقي للمدير؟ هلا القيادة جانب كتير مهم بمساعدة الموظف بهذا الجانب. هلا هون لازم يكون في جزء من مواصفات القائد يكون عنده جانب إنساني، هو بالنهاية عم يتعامل مع كتلة معقدة من المشاعر والأفكار والرغبات، فمهم جدا يكون في استيعاب لهذا الموضوع، يكون في جانب إنساني بتواصله مع الموظفين. مهم جدا انا كمان انا كذاتي كقائد كون قدوه لإلهم، بمعنى انه عند انتهاء العمل حاول قدر الامكان ما يكون في زياده يضلوا بعد وقتهم مثلا، اذا اضطريت يكون هذا الموضوع فيكون في تعويض لإلهم انه خلص اليوم تاخرت فيك تتاخر بكره ما في مشكله بهذا الموضوع. يكون كمان دائما يكون في تواصل مفتوح مع الموظفين، هذا طيب. الشيء كثير مهم. طيب خلينا نحكي كمان عن نقطة يمكن كثير بيحكوا عنها وبيتجادلوا فيها اللي هي نظرية الثواب والعقاب، الحوافز والتحقيق الأهداف. أنا اليوم ممكن هي بيعتبروها شيء صغير بس هو فعلا بيعطي نتيجة لما بكافئ شخص إنه هو عمل شيء، المكافأة الجزء المعنوي منها بيكون مهمة للموظف أكثر من الجزء المادي فيها، لأنه حاليا قد ما أعطيناه مكافأة فهي ما رح تسد 1% من احتياجاته على الأرض الواقع، فقد ايه بتشوفي هذا الشيء مهم وضروري ايضا بالعمل؟ مهم جدا. يعني هذا الشيء اللي حكيتيه هو اسمه التعزيز الايجابي، يعني لما بيصير في سلوك من قبل الموظف هو سلوك استثنائي سلوك مميز، فانا واجبي
كشركة كقائد إني أنا أثني عليه مشان حتى أعزز هذا السلوك عنده ويكرره مع الوقت. بتشوفي اليوم في قصص معينة للتعامل مع الموظفين، وشو هي القصص كمان يلي المفروض أن الموظفين يلتزموا فيها لحتى يمكن يعملوا هذا التوازن؟ هلأ ممكن الشركة تساعد بإنشاء تدريبات معينة تساعد الموظفين بهذا الموضوع، مثل مثلاً تدريبات على إدارة وقتهم، إدارة الضغط، كيف ينظموا مهامهم، كيف يحددوا ديدلاين كل تاسك، والتواصل كمان أكيد مهارات التواصل مع الموظفين ومع مدراءهم بيساعدهم بهذا الجانب. طيب خلينا نحكي عن أهم النصائح اللي بتشوفي اليوم لازم توجهيها لكل يلي عم بتابعنا بما يخص موضوعنا بشكل عام. هلأ الجزء الأكبر من النصيحة هو للشركة، أنا لازم نظرتي كشركة للموظفين تتغير، تكون نظرة استثمارية، بمعنى أنا الموظف لما أنا أي مبلغ أو أي شيء عم يصرف لتحقيق رضا هو بالنهاية استثمار ما له كلفة أبداً، بالعكس هيعود علي بعوائد كتير كبيرة وحيحقق رضا العملاء. يعني في عبارة حلوة إنه موظف مبسوط ورضيان، فهذا الشيء يعني حكماً عميل موظف وعفواً سعيد ورضيان، وبالتالي أنا كشركة هدفي النهائي هو تحقيق رضا العملاء لأقدر أحقق المزيد من الأرباح. تمام، بدنا نشكرك كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى دائما اي بيئه للعمل شو ما كان نوع العمل هي تكون بيئه صحيه ومناسبه، وبنفس الوقت يكون فيها هي المسؤوليه عند الموظفين لاداء العمل بشكل كامل. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، بدي اتمنى لك بقيه نهار حلو. شكرا كثير لكم. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا.